صباح الخير، صباح يوم جديد، صباح النشاط معنا اليوم كوتش ناصر. يعطيك العافية كوتش ناصر. اليوم حابين نحكي عن تمرين للكتاف، وهي تمرين يعني أنا بالنسبة لي أنا بحبها لأنه هي بتعطي جمالية للجسم. فرح نلعب اليوم تمارين رح تكون يعني بسيطة ورح تشمل كامل يعني كامل أجزاء الكتف، وهم 3 عضلات. فحنبلش أول شيء ورم أب زي دائما. نبدأ بالورم أب ما في مشكلة. طبعا بنلاحظ كمان كوتش ناصر انه في كثير ناس بيهملوا تمارين الاكتاف مثلا الخلفيه او الاماميه، بيهتموا على التمارين الجانبيه. فبصراحه هذا غلط كبير، يعني ممكن يعني بيركز على منطقه معينه ويترك اجزاء ثانيه، هذا شيء كثير غلط. فاحنا اليوم هنعطي يعني كامل اجزاء العضله، راح يكونوا تمارين شامله، يعني راح اللي بده يلعب يلعب بنفس الطريقه، وان شاء الله بتكون مفيده. يعني ان شاء الله انا معك. ايش اللي بتسوي يا معك؟ بعدين مع قرب رمضان يعني صارت الناس تسال شو برمضان نعمل، وصارت الناس تبعد عن الجنب، فبدنا نحاول هلا ندير بالنا عليهم ونحكي لهم ايش ممكن نعمل بالحلقات الجايه عن رمضان، عن ايش ممكن نعمل، التمارين اللي ممكن نعملها، كيف الجدول راح يصير. لانه كثير ناس بيفكروا انه بوقت الفطور انه لا ما بصيرش مثلا نلعب، او بعد الفطور حتى بيحكي لك مثلا تعبان او شيء زي هيك. طبعا احنا كالعاده كوتش ناصر بنحب دائما نعمل ورم اب عشان ما يصير معنا اي اصابات. اوكي خلصت الايدين، الايد الثانيه طبعاً إن إحنا هيك نعمل ستريتش للإيد كاملة. أوكي نعمل الاكتاف عشان إحنا اليوم أصلاً العضلة الرئيسية اللي بدنا نمرنها هي الاكتاف، فنحاول نعملها ستريتش. الإيد الثانية. أنا بستغرب كوتش ناصر، في كثير ناس بيروحوا مثلا بيلعبوا بالجيم أو بيلعبوا بأي مكان ما بيحموا أبدا ولا بيعملوا ستريتشنج، فصراحة إصابات أكيد هذا إشي كثير غلط بالنسبة لي. يعني عدا عن إنه راح تجيهم إصابات، كمان كفاءة العضلة بالتمرين ما راح بالضبط 100% لأنها مش جاهزة. صحيح. أوكي نعمل الترايسبس. خلص متعود يجي دائما يفوت على التمرين دون وارم اب او دون ستريتشنج الثانيه، وهذا شيء كثير غلط. اوكي نعمل الظهر. وانا صراحة كنت شاصر بحس انه من الستريتشنج اللي بنعملها دائما. اوكي نبلش لتحت، يعني بتعطي ليونة للجسم بشكل كثير منيح. اكيد بصير الواحد يقدر يعمل اي شيء بدون ما يتعب. اوكي نعمل ظهر كمان لو باك. اوكي تمام، حنبلش اليوم كوتش ناصر اول تمرين، وهو تمرين الفلاي الجانبي الدامبلز.
طبعا في ناس بتلعب جانبي فلاي مفرد وفي ناس بتلعب مزدوج، فرح نلعبه احنا هلا مزدوج عادي. طبعا رح نلعبه بهذه الطريقه. 2 وهذا بركز على العضله الجانبيه زي ما حكينا كوتش ناصر للكتف. واحنا اليوم رح نحكي عن كامل الاجزاء، يعني ما رح نركز على اي شيء ونترك شيء ثاني. وانا اللي بلاحظه صراحه في كثير من اللي بيلعبوا بيركزوا على شيء معين وبيتركوا مثلا العضله الخلفيه، بيحكي لك انه لا مش مشكله. هلا هو اهم شيء صراحه هو العضله الجانبيه للكتف، بس باقي الاجزاء مهمه طبعا. اكيد اكيد، لانه هي كل اجزاء الكتف مهمه لانها هي محيطه بمفصل الكتف، يعني عدا عن انه تكون شكلها حلو وفيها بالانس وقوتها من الامام من الخلف ومن الجنب بالضبط، كمان يعني تقينا من اي اصابات في مفصل الكتف 100%. اكيد موضوع البالانس جدا مهم. صحيح. اوكي رح نلعب كمان التكرارات من 12-15 تكرار. اوكي حنبلش تمرين ثاني هو الجانبي بريس، اللي هو بيجاوب تقريبا على العضله الاماميه للكتاف، مع يعني بيجاوب على الكتاف بشكل عام بس بيركز على العضله الاماميه. اوكي راح نلعبه بهي الطريقه. كمان نفس الشيء راح نلعبه تكرارات من 12-15 تكرار. للي عنده مشكلة بالكتاف أو حاب يقوي الكتاف تبعونه بنلعب هاي التمارين كل 3 أو 4 أيام مرة. أوكي كوتش ناصر هلا حنلعب اللي هو الفلاي الأمامي، وكمان بجاوب على عضلة الجزء الأمامي للكتف. طبعا راح نلعبه بهي الطريقة بالضبط. هلا في ناس بتلعبوا كمان اكثر من هيك، هي صح، بس احنا الاصح انه نلعبوا بهذه الطريقه. حتى كوتش ناصر يعني العضله الاماميه للكتف بتعطي جماليه للكتاف. اكيد اكيد، لانه بتعطي تكوير يعني موصوله بالجهه الاماميه مع الصدر بالضبط، فهي بتكون كلها مع بعض بتكون مكوره بالضبط، ما بيكون في فراغ ما بين الصدر والكتف، وهي اصلا بتساعد الصدر في بعض التمارين. صحيح. بعدين غير هيك يعني اكثر شيء لما تلعب صدر مثلا بتجاوب العضله الاماميه اكثر شيء. اوكي حنبلش اخر تمرين كوتش ناصر واللي هو الخلفي، راح نلعبه بهي الطريقه. وهذا بيعطي على بيجاوب على العضله الخلفيه للكتف، اللي هو في كثير ناس بتتجنب هذا التمرين او التمرين اللي نفسه يعني. هو الفكره فيه كمان انه وضعيته ممكن تكون شوي صعبه، فاذا كانت صعبه ممكن نختار انه ننام على بنش تقريبا مايل 45 ننام عليه كامل على بطننا، بعدين نشتغل هذا التمرين على اساس نحمي اللور باك وما نعمل عليه. نعم صحيح. كمان كوتش ناصر هيك بنكون احنا شملنا الثلاث اجزاء من الكتف. هلا رح نلعب عضله الترابيسيس اللي هي بيحكوا لها الترابيس بهي الطريقه زي ما حكينا. طبعا بنحاول نعمل هولد فوق دائما. ويكون الوزن مناسب، لما بدنا ناخذ وزن يكون وزن مناسب. هي بدها تركيز لانه اصلا يعني اذا ملاحظين الرينج اوف موشن تبع هاي الحركه قصير جدا. بالضبط. فيا دوب فبده تركيز ولازم يكون بطيء على اساس نحس بالعضله والانقباض. والاغلب التكرارات دائما يعني بتكون بين ال 12 وال 15. انا بالنسبه لي كوتش ناصر بلعب الترابيس اللي هم من 15-20 مرات.
اوكي هيك بنكون كمل الاكتاف. اليوم رح نلعب كمان اكمل تمرين لعضلة السواعد اللي هي الريست. تمام رح نلعبه بهاي الطريقة. اذا موجود طبعا كرسي انه نثبت ايدنا عليه ونلعب ما في اي مشكلة، بس اذا مش موجود نلعبه بهاي الطريقة. اوكي الايد الثانيه. زي ما انتم ملاحظين انه كامل الايد مرتاحه تقريبا على الفخذ، ما بضل غير الجزء البسيط اللي هو تبع المفصل نفسه اللي هو تبع راسه. بالضبط. بعدين كمان الوزن راح يكون مناسب لانه ممكن اذا كان اثقل بكثير ما يقدر يشيله، أكيد. ممكن يصير معه اصابات، فنحاول دائما يكون الوزن مناسب، يعني مفصل صغير. بالضبط. وبرضه بده تركيز لانه كمان نفس الشيء زي ما حكينا بالترابيزيوس رينج اوف موشن تبعه قصير جدا. بالضبط. اوكي راح نغير هلا التمرين، راح نجاوب على العضله الاماميه. طبعا زي ما حكينا اهم شيء انه يكون الوزن مناسب، هو أصلاً إذا كان أصلاً ثقيل ممكن يأثر علينا، ممكن ما نقدر نرفعه. يعني زي ما حكى الكوتش ناصر كمان، يعني نحاول زي ما لما نلعب ترابيس المدى الحركي تبعها بتكون قصير. ف أوكي زي ما لاحظنا يمكن هاي الزاوية أصعب من اللي قبلها، من عضلاتها برضو أضعف، فالجهة اللي فوق دائما نختار لها وزن اقل في هاي الزاوية لانه هي اصعب. اوكي تمام. هيك بنكون لعبنا كوتش ناصر اللي هو التمرين الاكتاف مع تمرين السواعد، بنكون شملنا طبعا كامل اجزاء الكتف. وهيك بتكون انتهت حلقتنا لليوم معك، ويعطيك العافيه. ان شاء الله بالحلقات الجايه راح نحكي عن اشياء جديده زي ما حكينا، ممكن نحكي برمضان ايش ممكن يصير، ايش ممكن الحميه اللي تبعها الوعد. تمام اكيد زي ما تفضلت. طبعا ما بننسى انه جايين رمضان وهلا لازم نجتهد اكثر على موضوع الرياضه، حتى لو كانت قليلة جدا، حتى لو كانت الربع ساعة اللي هي بنلعبها الصبح حاولوا تجتهدوا عليها، لأنه الربع ساعة تبعت الصبح زي كأنك تلعب نص ساعة بالليل، فيعني إتس جود إنك تضلك مستمر عليها، حافظ على نسبة العضلات اللي عندك، لأنه احتمال برمضان برضو الجسم تقل نسبة العضلات اللي فيه، وهي شغلة كثير مهمة. يعطيك العافية كوتش. يعطيك العافية كوتش. إن شاء الله نشوفكم حلقات أخرى. يعطيك العافية.